وللتعليق على تطورات المشهد في اليمن مع استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي ينضم إلينا محمد الأحمدي الصحفي اليمني عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد أحمدي. مرحبا بك أخي العزيز والمشاهدين. أهلا بك سيد أحمدي. يعني قصف جديد لميليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة تعز يسفر عن إصابة طفلتين وتضرر العديد من المباني السكنية. بداية، بما تفسر هذا الإصرار من قبل ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين؟ تحية لك والمشاهدين. الحقيقة أنه لم تتوقف الميليشيا الحوثية يوما عن استهداف المدنيين، وهذا ينم عن ازدراء واضح لهذه الميليشيا بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان. استهداف الحق في الحياة جريمة كبرى وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. هذه الميليشيا نشأت وترعرعت على القتل والدمار والاستهتار بدماء الأبرياء واسترخاص الحق في الحياة، وهي لا تتوانى لحظة عن ارتكاب أي مجزرة وفي أي وقت، طالما أن الأمر يتعلق بمزاج المسلح الحوثي الذي يتربص بالمدنيين والأبرياء سواء في تعز أو في البيضاء أو في المأرب أو الجوف أو غيرها من المحافظات اليمنية التي لا تزال عرضة لجرائم الميليشيا الحوثية وانتهاكاتها اليومية. القصف العشوائي لميليشيا الحوثيين في ضد المدنيين لم يواجه بموقف صارم من قبل المجتمع الدولي للتحقيق بالمسؤولين عن هذه الجرائم التي تمتد منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة في 21 سبتمبر 2014، بل حتى قبل ذلك أيضا. هذه الجماعة العنيفة رأس مالها هو الجريمة والقتل واسترخاص دماء الأبرياء. شاهدنا الأسابيع الماضية أيضا مجازر يعني مروعة ارتكبتها هذه الميليشيا في تعز، والقصف العشوائي أيضا مستمر في أحياء ضد الأحياء السكنية في الحديدة. وكما قلت هو ينم عن مخزون هائل من الحقد والكراهية وثقافة العنف والتدمير لدى هذه الميليشيا واستهتارها بأرواح المدنيين. سيد أحمدي، يعني بحسب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، فإنه يجب الضغط حقيقة على الميليشيات لوقف اعتداءاتها على مأرب وغيرها من المدن أيضا التي تستهدف فيها المدنيين. السؤال هنا، ما هي الأوراق التي تمتلكها الحكومة الشرعية لتنفيذ هذا الضغط؟ يعني الحقيقة ليس بمقدور الحكومة الشرعية سوى الاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء حياة اليمنيين التي باتت اليوم رهن أو رهينة بيد الميليشيا تقايض على أرواح المدنيين وعلى مصير المجتمع اليمني للقبول بها كسلطة أمر واقع، سلطة قمعية غاشمة تحاول أخذ المجتمع رهينة تحت سلطتها للمقايضة على بقائها في السلطة يعني كسلطة غير معترف بها. أيضا يجب على الحكومة الشرعية أن تعمل بوتيرة عالية من أجل إعادة تركيب صفوف المقاومة والجيش الوطني ويعني توحيد القرار العسكري، وأن تسارع في عملية إنجاز معركة التحرير لإسقاط مشروع الحوثيين الممول إيرانيا. يعني كان هناك تعويل كبير على دور للمجتمع الدولي، ولكن مع الأسف يعني فشل هذا التعويل. الآن مع موضوع التحذير من التسرب النفطي من سفينة صافر والورقة التي يعني تستعملها ميليشيات الحوثي في هذا الملف، هل من الممكن أن يتحرك المجتمع الدولي أو عفوا الدولي يعني كبح جماح ميليشيا الحوثي إذا هذه التحذيرات؟ المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية اكتفى بإبداء القلق تارة والتفاؤل تارة أخرى تجاه الملف اليمني والتحذير والإدانة، لكنه لم يباشر إجراءات فعلية لفرض عقوبات صارمة بحق هذه الميليشيا وحظرها. اليوم المطالب الشعبية تتصاعد على المستوى الداخل اليمني وأيضا على مستوى الحكومي والرسمي بضرورة إدراج ميليشيا الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية، لأنه بالفعل هذه
هذه الميليشيا استوفت وزيادة المعايير التي يعتمدها المجتمع الدولي في تصنيف الجماعات المسلحة كمنظمات إرهابية، رغم خضوع هذا الملف في كثير من الأحيان للحسابات السياسية، لكن هذه الميليشيا التي مارست أبشع صنوف التنكيل بحق المجتمع اليمني وباتت أيضا تشكل تهديدا كبيرا وخطيرا على الأمن الإقليمي والدولي، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتفهم مطالب اليمنيين. شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.